ليه كلنا بنتكلم عن الاربعه اللي مشوا؟ ما يمشوا. هو النادي الاهلي هيقف؟ اللي عايز يمشي يمشي. هو انا اسف جدا، هو لما مشي مجموعه كبيره من اللاعبين من سنتين ثلاثه من الفريق الاول لكره القدم، هو النادي الاهلي بطل بطولات؟ ها حد يقول لي النادي الاهلي بطل بطولات؟ النادي الاهلي ما بطلش بطولات. النادي الاهلي كسب التاسعه والعشره ووصل نهائي ال11 وخد البرونزيه مرتين كاس العالم، والناس قاعده على الكنب بتتفرج على النادي الاهلي وهو بياخد ثالث العالم. مع احترامي لكلهم اخواتي واصدقائي ما عنديش مشكله، بس انا بتكلم عمليا. هم كانوا قاعدين على الكنب في بيوتهم بيتفرجوا على النادي الاهلي وهو بياخد ثالث العالم. هو عايز يمشي عشان ياخد 30 مليون مثلا، يعني 30 مليون جنيه ما عنديش مشكله. والله ما فيهاش يعني، كل واحد بيدور على وجهه او بيدور على حقه من وجهه نظره، فدي وجهه نظر انا مش زعلان منها. ولكن هو ليه دايما بنتكلم عن الاسماء دي وما بنتكلمش عن الاسماء اللي زي شروق واللي زي ثريا واللي زي وليد سليمان وزي محمد الشناوي وهكذا وهلم جره في بقيه الالعاب كلها؟ ده محمد محمود اللي لسه ما لعبش لغايه دلوقتي واصابتين وبتاع، وقع على بياض 5 سنين قدام عشان قال لك ان حق النادي الاهلي وقف معايا وانا مصاب مرتين، فخمس سنين اهو حطوا الرقم اللي انتوا عايزينه. دي حقيقه على فكره. فهو ليه دايما شكرا يا دنا، شكرا، معلش قولوا لي الاسماء تاني، عشان شكرا يا شباب البنات اللي مشوا، شكرا جدا يا دنا وشكرا يا مايا وشكرا يا مريم وشكرا يا فريده، متشكرين شكرا، الف سلامه، شرفتوا ونورتوا. ولكن خلينا بجد، والله انا بتكلم بجد، خلينا ننظر لشروق وماذا تفعل شروق فؤاد، او كيف جددت شروق فؤاد عقدها مع النادي الاهلي وبدون اي شروط، على الرغم انا نادي الاهلي عرضت جنيه، ولكن نادي الزمالك، انا بتكلم على نادي الزمالك تحديدا اهو لان هو اللي تفاوض معاهم، 2 جنيه، لكن شروق قالت لا انا مش عايزه ال 2 جنيه، دانا وفريده ومريم وبقيه الاسماء قالوا لا احنا عايزين ال 2 جنيه، اوكي انتوا حرين اتفضلوا. هل النادي الاهلي قفل بابه مثلا عشان الاربعه دول مشوا؟ خالص، اللي عايز يمشي شكرا، اللي بعده. افتكروا كلمة الكابتن خطيب، لو جاهزة هعملها لنا يا شوارب. كابتن خطيب قال ايه؟ قال لما عندما سئل عن اللاعبين اللي مشوا، هو بقى بيتكلم عن أي لعيب مشي في تاريخ النادي، بيتكلم عن المبدأ، ما بيتكلمش عن ساعتها أحمد فتحي ولا رمضان ولا عبد الله ولا حسام عاشور ولا غيره ولا غيره، لا. هو بيتكلم على، هو كابتن خطيب لما بيجي يتكلم بيتكلم على مبدا، ما بيتكلمش على لعيب، يعني لان هو عارف انه هناك بحاجات هتحصل وهو بتحصل وزي ما انتم شايفين اللي انتم شايفينه ده بيحصل. قال ايه كابتن خطيب؟ عندما سئل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عن هل انت زعلان من اللاعبين اللي مشوا؟ انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. انا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. خلاص هم حرين اختاروا طريقهم، شكرا لاختياركم طريقكم. ولكن طريق حب جمهور النادي الأهلي ودخول قلوب جمهور النادي الأهلي مش أي حد هيخش. هي شروق وثريا ووليد سليمان ومحمد محمود، أنا بس الأسماء بس كده يعني، معلش هقول لحضراتكم الأسماء وهستضيفهم بقى الفترة اللي جاية، لأن هم دول الناس اللي لازم نبص لهم. أنا عقدي انتهى، حقي إن أنا أمشي، أنت حرة، شكرا. بس النادي الأهلي أبوابه ستظل مفتوحة، وناشئينه وناشئاته هيطلعوا من تحت لفوق، وهنجيب لعيبة من بره وهنجيب لعيبة من جوه وهنجيب لعيبة محترفين. هو النادي الأهلي كده.